الكهرباء 25 مليار لحالة. وقعد تفكري انه سرق وزير الكهرباء او بكرة قليلي انه الطيار الوطني الحر انا وياكي سرقنا، كلنا سرقين بالكهرباء، كلنا سرقين. كيف سرقنا نحن الكهرباء؟ هلق انا وياكي عم نضوي هاي كهرباء احساب الدولة مش بسعرها المزبوط. نحن عم ناخد كهرباء الدولة بقينا 30 سنة. اي بس شو ظننا نحن هاي التسعير؟ للأمانة ما كانوش نواب المسلمين يقبلوا يرفعوا الفاتورة، لأنه من 93 كهرباء لبنان بتبعت أنا بدي أدفع الفاتورة. بدي خبرك شغلي، بحكي عني وعن غيري. وأنا كنت يمكن ضد ربح الفاتورة. الناس مستفيدة 30 سنة تاخد كهرباء ببلاش، مش بسعرها الرسمي، مش بسعرها المضبوط، تاخد كهرباء ب 10% من سعرها الحقيقي. هلق بينت بالموتيرات لما كان بيتك عمالي بيدفع 50,000 و 100,000 للكهرباء، وصرت يلاك عم تدفع 400 دولار للموتير و 300 دولار، مزبوط او لا؟ نعم. مش هاللي عم يصير؟ يعني برايك التسعيرة اللي حاطينها اصحاب المولدات هي التسعيرة الحقيقية لسعر الكهرباء امام التسعيرة الحقيقية؟ لا، مع نصبتهم. نعم. مع النصب تبعهم، ما هلاك بدنا نجي لاصحاب الموتيرات لما بدهم يدفعوا ضريبة، ما يحطوها على الناس، بدهم يدفعوا من ضرب من ما حيقبلوا بكره بيطفوا. لا، بدهم يدفعوا يروحوا يتضاربوا يقطعوا لي الطريق. شو القصة يعني انه انا بعد قيم بيطفوا على الناس بيقولوا انه يا بتدفعوا انتوا يا ما بيطفوا حدا عم يربحوا، ما بيطفوا حدا تهويل هذا وكذب بدنا نخلص منه. هلق فيدتك على الملفات. نعم. هلق كل جمعة بدنا نفتح ملف، فيش افتحوا انا وياكي كل جمعة الملف، لانه انت كل ملف على محطة كل حدا بدي حط. هلق رح بلش ملف عندي، ملف الانترنت بدي نحكي موضوع الانترنت غير الشرعي، انا كاتب على عندي ملف الكهرباء، عندنا الملف وبكرة الفيول ايضا بدنا نحكي عنه، لانه كمان كنت حضرتك اول من ضوى على هذا الموضوع بتغريدي وكشفت عن هذه الفضيحة. انت في فجوة هون 67 مليار دولار اللي ضايعة من بيني بالتقرير، يعني يقروا التقرير الفراج، راحوا يقروا في انه بهية الحريري اخدي بهية الحريري اخدي 10 أو 11 مليون. عيبوا له. طيب هاي جمعيات كل المؤسسات صراحة مش هنكون ما كن ضيقة بالأرقام يعني أنا ما بحفظها. إذا عنده حدا مصاري أنا عندي جمعيات، إذا عنده حدا مصاري يتفضل يدفع لي، يعني ما عندي مشكلة. شو أنا عم بصرفهم يعني؟ بهي الحريري أكلت فيهم؟ ما أكلتش فيهم يعني، عندها جمعية بتوزع للناس، عرفتي كيف؟ طيب عندك أنت 67 مليار يمكن أو 74 بعرفش قديه، وفوق ال 50 مليار كانوا ديون للقطاع الخاص موجودين، ديون 40 مليار منهم تم تسديدهم على 1005. وأنا هون كمان حرامي، أنا سددت شقتي ومكتبي على 1005 بصراحة. سددتهم بعد الأزمة ولا قبل الأزمة؟ طبعا بعد الأزمة. بعد الأزمة طبعا سددتهم على 1005، عملت مثلي مثل كل هالناس، ما راح أروح أنطر أرجع أدفعهم يعني. عرفتي كيف؟ سددتهم مثلي مثل كل هالناس. كمان أنا نهبت مصاري المودعين، بس بالقانون سمح لي هيك أعمل. نحن قوننا السرقة وجينا نقول كلنا ما خصنا خلينا نجوب الخروف رياض سلامي نحطه فيه ونسكر هالملف. لا حبيبي، كلكم خصكم، كلكم لازم تحاسبوا، بس بدنا نعمل محاسبة، بدنا نجي نحسبكم كلكم. بيوصل آخر الصف بنوصل لرياض سلامي بنسأله ليش ما تمرد عليكم ساعتها؟ كل حكينا ليش ما تمرد؟ إيه لو تمرد على 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 القط على الزيادة وقتها المعاشات، إيه كانوا فاتوا ذبحوا ببيته. إنه هلق بعد ما أعطاهم 400 هلق صار الزلمي بالبيت، هلق صار ضعيف، هلق وقف عني المعاش لإلي يا 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 منحطين اللي بتطلعوا على وسائل التواصل الاجتماعي بتفتكروا الناس رخاص منكم مثلكم، في بس أنا عندي ضمير. انتوا الرخاص، انتوا اللي بتفكروا هيك، ما بتفكروا غير شو اعطيه، ما اعطيني شيء. يتم اتهامك بانك تتقاضى اموال من رياض سلامه، يعني يتم اتهامك. لو كنت قضيت كان طلع بالتقرير. ما احسن شيء هول اللي طلعوا. هل هذا التقرير دقيق؟ هل تم تحويله الى التحقيق؟ يعني انا فيش انا في النائب العام اعطى بشيء بالموضوع المالي، ما انا فيش تحولي لي دولار. ما أنا عندي عقوبات 2007، بس أنا لأنه هلق بس عملوا العقوبات الأمريكان صرت معه أكثر. هلق عرفته أنه
كان يقال بريء انه هو رجل امريكا بريء بريء, بريء والامريكان هودي الوطين بيستخدموا الناس وبيكبوها. كان يقال انه هو أهم رجل اهم شيء انا بضلني بسبلهم احلى شيء بنبسط فيه الحمد لله. عرفتي كيف؟ منيح اللي شي مره ما هدنتهم، لانه هودي بس تهدنيهم بيدعسوا لك رقبتي.